عشرة في 2010 أي 2010 عبد الجبيري في 2010 صافقين جاهو ما ديك العام فاز بن سالم حميش بجائزة البوكر في الرواية لا تعقل أيه دالو هنايا مراسيم ديال القراءة ديالها في هذاك المنتدى. شنو عملوا الاتحاديين هما؟ شنو عملوا الاتحاديين؟ جاوا بديك الطريقة القديمة وحركوا رواية بن سالم حميش أمام المنتدى والتجمع وجابوا العافية وحركوا الرواية. أنا زيت هون ولكن أنت سي زيت هو زعما ديالو عندك تكون كتسجل محتاج خرق روايات اللي فاز بها الزيتون مزيان هذاك يلا تهضر جات الجلالة البلدية نحن نوريوك بلدية ونوريك كل شيء داكشي اللي عنده كامل يلا صافي بركة بركة ضرب